اهلا وسهلا فيكم، معاكم فرح الحميضي، واليوم فيديو مالي راح يساعد وايد ناس خايفين من تخصص تصميم داخلي ودائما يتسألون هل له مستقبل او هل هو مناسب لي ولا لا. موضوع المستقبل تكلمت فيه في فيديو ثاني ممكن تشوفونه هم بقناتي، ولكن اليوم راح نتكلم عن اذا التخصص هذا يناسبكم او لا. الأسئلة راح أسألكم إياها، وإذا جاوبتوها راح تعرفون إذا فعلاً مناسب. أول سؤال، هل أنتوا تحبون التفاصيل؟ التصميم الداخلي إذا اشتغلتوا فيه فأنتوا لازم تدخلون أدق التفاصيل. إحنا نفكر حتى بشكل الكورنيشة شلون صاير، تفصيلة البلاك وين راكب، شنو ارتفاعه، شنو لونه، كل هالأشياء لازم نفكر فيها. الشيء الثاني لازم نعرفه إن هل أنتوا مستعدين إنكم تشتغلون في شغلة راح تتعاملون فيها مع نجار، حداد، مقاول. دائماً أنصح تكونون في مواقع وتشتغلون معاهم وتكونون معاهم عشان تعرفون مجال وحدود العمل بالتصميم مالكم، هل فعلاً يصير ولا ما يصير. كثير منا ممكن النجار يقول لا هذا ما ينفع ولا هذا ما يصير، راح يحدد من تصميمكم وممكن يكون بالفعل يصير ولكن نحتاج تفصيل أكثر وتفكير أكثر. السؤال الثاني لازم تسألون نفسكم من هل تحبون تتعاملون مع الناس؟ بعض التخصصات ما تحتاج أي احتكاك بعملاء أو أي أشخاص، ولكن بتصميمنا راح تحتاجون تتحتكون مع عملاء، عملاء زعلانين، عملاء مضايقين، عملاء معصبين، لازم تعرفون شلون تتعاملون معهم، شلون تتفادون أي مشاكل، فمحتاجة شوية دراسة سيكولوجية التعامل مع الناس. فإذا أي من هالمعلومات أو الأسئلة اللي سألتكم إياها جوابها لا، فللأسف هذا التخصص يمكن ما يناسبكم، ولكن إذا كلها تناسب شخصياتكم فحطوا ببالكم انه راح يكون تخصص جميل راح تحبونه وراح تبدعون فيه.